بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ما يكره في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سنتحدث معك في هذه الحلقة إن شاء الله عن الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة ولا تبطلها لكنها تنقصها. فيكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. إلا أن يكون الالتفات لحاجة فلا بأس به، كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح. أما إن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف فإنها تبطل صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر. فتبين بهذا أن في الالتفات تفصيلاً أن في الالتفات في الصلاة تفصيلاً لا بد منه. فإن كان في حالة الخوف فلا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال. وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان ذلك لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. أما إن كان بجميع البدن في غير حالة الخوف فإنها تبطل به صلاته. ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. واشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود. أما إن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عن ذلك. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. وفي حديث آخر: ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. ويكره في الصلاة التخصر، والتخصر وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم. قد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. ويكره في الصلاة وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصور منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه، كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد
أو حر شديدين أو حالة جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وذلك كله رعاية لحق الله تعالى، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه ليس فيه ما يشغله. ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه دون بقية البدن، لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي هذا الفعل تشبه بهم. ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة. ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاته. أيها المستمع الكريم، إن المطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لها، وترك ما ينافيها أو ينقصها من الأقوال والأفعال، لتكون صلاة صحيحة مبرئة للذمة، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.